لك هيك أول سؤال نبدأ فيه. شكرا يا بجوري. شكرا. كيف بدأ معك شغف الطبخ ويعني الموهبة هاي؟ كيف بدأت معك؟ بدك جاوبك جد ولا مزح؟ اللي بدك. جد. لا مزح لا. أنا بلشت بالغلط الحقيقة، يمكن هلا المشاهدين ما بيعرفوا الموضوع. أنا كنت عم بعمل شيء وصرت بشيء تاني. يا سلام. ورحت على مدرسة الفندقية أو رحت كذا لأنه ما كان معي فلوس. أنا كنت معي، أنا كنت بإيطاليا أول ما سافرت، كنت أجلي كبيات وأجلي صحون بمحل وكنت بدي أعمل جامعة، فبطل عندي وقت، ما كنت أنجح بالجامعة لأنه كنت أشتغل بالليل. نعم. فطلع أنه في مدرسة فندقية بمقاطعة إيطاليا. حلو. أو بمقاطعة ترياستي بإيطاليا اسمها فريولي فينيسيا جوليا. فأنا رقم جوال؟ أو كانت إيه رقم جوال؟ 0-9-540-90. فالموضوع أنه اللي صار يومتها المدرسة كانت داخلية. حلو. فأنا قلت بنام وباكل. حلو. وبشرب ببلاش. يا سلام. هيك بلشت المصلحة وليك وين صرت. ما شاء الله، بداية يعني رائعة وقصة ملهمة. بداية فقر بكل بس قصة ملهمة والله. لا بس أبدعت ما شاء الله تبارك الله، هذه البداية هي اللي طلعت ما شاء الله الفن والإبداع هذا ما شاء الله. أنت الآن مدرب وبتعطي دورات وشيف يعني ما شاء الله فأغلب القنوات العالمية ما شاء الله. الله يوفقك. أنا بحبك كثير أكثر منك بكثير. امدح امدح. طيب شوف شادي، يعني بتطلع في قنوات ترفيهية وقنوات عامة كثير. نعم. وما شاء الله مع إقراء في القنوات الهاتفة اشتغلت معهم فترة منيحة يعني. كيف تقيم تجربتك في قناة إقراء؟ هلا أول شيء البرنامج مطبخك بقناة إقرأ صار له سنوات الرقم واحد ما شاء الله. يعني مع احترامي للجميع. لا لا أكيد أكيد تعرفت من فوق كذا، ما حدا يدق بالبرنامج. وأنا بعتقد كمان اليوم راح يكون في أكثر مشاهدة لكن لا أكيد دخلنا المزح بالدق. أكيد عم نمزح ونحاول كمان نخلي العالم اللي عم يحضرونا كمان يضحكوا ويكونوا مبسوطين كمان بهالعيد الحلو. أنا بدي أعيدهم من خلال برنامجكم الجميل شارع.com. تم. ايوه. فالبدي اقوله انه لا مطبخك اعطاني قيمه كثير كبيره. يعني زد لي مثل ما بيقولوا الاد فاليو على حياتي. صرت انا انسان معروف اكثر وخاصه بالسعوديه وخاصه بدول الخليج والعالم العربي. والعالم العربي اكيد. بس قبل من القنوات اللي كنت اطلع فيهم انا قبل ما رح نذكرهم، ما كان عندي هالشهرة القوية أنا بالسعودية وبالخليج. نعم. فكان عندي بغيره هلا كمان زادوا. ما شاء الله. فأنا بشكر أكيد قناة إقرأ، بشكر كمان كل قيمين على برنامجكم اليوم على هالعزيمة الحلوة، وعلى كل كمان قيمين على برنامج مطبخك من خلالكم. أكيد عن جد عم يعملوا شغل كتير حلو، وهيدي السنة إذا الله راد نوعدهم أن راح يكون كمان خارج رمضان عندنا حلقات بتعقد. يا سلام. شوف شادي، أنا لأنه الوقت عم يداهمنا بدي أسألك هيك سؤال على جنب شوي. أنا وياك عشان لا لا هلا هول كك أتات راس على راس. شوف شادي هلا أكيد يعني ما بعرف في كل الناس في عندهم بعض الأكلات ما بيحبوها أو ما بياكلوها. أيه. انت في بعض الأكلات ما بتحبها، وإذا عن جد في كيف بتطبخها بحس أنها تكون طيبة؟ رح أعمل حالي إنه أنا شي أكلي ما بحبه. أنا بحب كل شيء. تمام. أنا ما في شيء ما بيعمله. حلو. كل شيء يعني أنا بحكم طبخي وما في شيء ما بدوقه. يا سلام. يعني حتى إذا اليوم بتروح أنت على بلاد معينة بيكون هني عم يأكلوا أكلي أنت بحياتك مش شايفها. غريبة. يعني مثلا أنت بتيجي لعنا على لبنان عنا الكبة النية، بيجي الشخص السعودي أو صديقنا من السعودية أو صديقتنا من إيطاليا أو من أي كبة نية. فأنا من العالم يلي أي شغلة بشوفها بأي بلد بدوقها. يا سلام. وببرم ضل أبرم. كل شيء بحب. هلا في اشياء ممكن اكلها وما عاد اكلها مرتين. أيوة. ممكن. هلا كيف انا بعملها بطريقه حلوه بلا. انا كل شيء بعمله بدوقه. يا ما شاء الله. فبعتقد انه لا بعتقد انه ما عندي مشكله. حلو. لمن فاتته الحلقه يمكنه مشاهدتها على تابع.